وللمزيد مشاهدينا بينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون المصرية أحمد الحسيني. أهلا بك أحمد، يعني بعد انتهاء الشوط الأول من هذه المباراة ضعنا في الأجواء لديك. نعم آية، أحييكي من أحد النوادي الاجتماعية في منطقة المهندسين. أجواء حماسية ترقبت الجماهير المصرية في كافة الأماكن هذه المباراة مع دقات التاسعة مساء التي انطلقت ما بين مصر والسنغال. هناك أجواء حماسية جدا، يعني مشاركة كبيرة من الجمهور المصري مساندة للمنتخب الوطني للفوز في هذه المباراة والحصول على اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة بعد آخر لقب حصل عليه في عام 2010. نحن نتحدث عن اللقب الثامن ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وهذا هو اللقاء العاشر في المباراة النهائية التي يعني استطاع منتخب مصر أن يصل إليها. إذا تحدثنا آية عن اللقاءات التي كانت ما بين منتخب مصر والسنغال على مدار التاريخ الرياضي، نجد أن مصر كان لها الرصيد الأكبر في الفوز على السنغال برصيد 9 مباريات من أصل 17 مباراة، وكان هناك مباراة تم التعادل فيها ما بين مصر والسنغال في مجموع اللقاءات الكروية التي جمعت مصر والسنغال سواء في بطولات أو في لقاءات ودية. نحن الآن في انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين مصر والسنغال، ووجدنا أن كان هناك تفوق كبير للاعبي منتخب الفراعنة وكذلك حارس المرمى أبو جبل الذي تمكن أيضا من صد تسديدات كانت صعبة للغاية من نجوم منتخب السنغال، وعلى رأسهم بالطبع ساديو ماني. وأيضا هذه المباراة أيضا تجمع الزميلين محمد صلاح وساديو ماني، ولكن هذه المرة يعني من المعروف أن ساديو ماني ومحمد صلاح هم زملاء في نادي ليفربول الإنجليزي، ولكن في هذه المباراة هما خصمين، ساديو ماني يلعب للسنغال ومصر ومحمد صلاح يلعب لصالح مصر. وكان هناك تصريحات لمحمد صلاح أعلن فيها، سئل عن توقعاته للمباراة، ولكن محمد صلاح أعلن أنه سوف تكون الرد على هذا السؤال سوف يكون على أرضية الملعب اليوم، حيث الفوز بإذن الله والحصول على اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة. أجواء حماسية جدا هنا في المكان الذي أنقل لكم منه فعاليات وأجواء مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا، ونحن الآن في انتظار بدء الشوط الثاني وفوز مصر بإذن الله. بالتأكيد يعني مباراة قوية بنتمنى فيها الفوز لمنتخبنا الوطني. شكرا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري.